هذه السيدة تشتري الحجارة لتأكلها، ليست وحدها من تفعل ذلك، فنصف النساء الحوامل في كينيا يأكلن الصخور والتراب أثناء فترة الحمل. لكن ما أسباب هذه التقاليد الغريبة؟ في سوق غيثوري بالعاصمة الكينية نيروبي، هنا تباع الخضروات والفواكه كأي سوق، لكن بجانب الطماطم والخيار تجار متخصصون في بيع الحجارة أو ما تعرف بأدوى باللغة المحلية. لقد بدأت أتناول هذه الحجارة في الشهر الأول من الحمل وحتى الولادة، ثم توقفت، ولكن عندما أراها ما زلت أشتهيها. السبب خلف هذه العادة الغريبة هو اعتقاد الحوامل أن الصخور ستمد أجسادهن بالمعادن المهمة كالحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى موروثات ثقافية انتقلت لهن عبر الزمن وأصبحت تقاليد شهيرة لدى الحوامل. أبيعها أساساً للنساء الحوامل، وهن يؤكدن أن تناولها يحارب النقص في مادة الكالسيوم في الجسم. نتيجة أكل الصخور والحجارة عكسية تماماً لما تعتقده هؤلاء الحوامل، فتناولها يساهم في تفشي الأمراض والمضاعفات المعوية، بالإضافة إلى أمراض فقر الدم. على الأرجح هي ليست صحية، لأن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأشياء يملؤون بطونهم بها بدلاً من تناول الطعام، وفي نهاية المطاف يعانون من سوء التغذية. شاركونا آراءكم، هل تعرفون عادات غريبة أخرى للحوامل؟